يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت ومعي أهلي ولم أجد في ليالي منى سكن، فذهبت إلى الطائف. يقول حججت ومعي أهلي ولم أجد في ليالي منى سكن، فذهبت إلى الطائف 3 أيام، فماذا يجب علي في ذلك؟ الواجب عليك أنك سكنت مع الحجاج بطرف الحجاج ولو كان خارج منى، لأن هذا ما تستطيعه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، تسكن مع الحجاج ولو كانوا خارج منى. مثل المسجد إذا ضاق يصلون لهم في الشوارع، صلي معهم للضرورة. فذهبك إلى الطائف خطأ، لكنه لا يوجب عليك فدية. نعم.